تفضل سي عبد اللطيف، منين تحب تبدا بالوثيقه؟ تبدا بالوثيقه، مساله الوثيقه اللي قال عليها. خليني نرتب انا. باهي تفضل. رتب. اولا ارفض رفض قطعي التدخل نتاعك سي رفح. انت لست قاضي اثبتت على حركه النهضه ولا غيرها الاغتيالات حتى تطالب بان توضيح الموقف. وهذا ترويج لاشاعات وترويج ل ما قطعتكش يبارك فيك، ما قطعتكش وانا ما اتهمتكش، وموقفك معروف انت، موقفك الحمد لله ليس مرجع في النقد الموضوعي لحركه النهضه ولا غير حركه النهضه. عندك موقف ماشي فيه وتكرر فيه في وسائل الاعلام، وانت ماكش معنا في موقع انك تقيم الموقف نتاعك. اي وبالتالي يعلمك. مرفوض الملاحظات نتاعك، واللي يحب يقيم العشريه الماضيه، العشريه الماضيه فيها النهضه وفيها النداء وفيها الافاق وفيها النقابه وفيها الاعلام وفيها المجتمع المدني، والحكومات كانت تاخذ قرارات فيها الارهاب. من فضلك ما تقاطعنيش، والا راني قادر نتعامل معك بمختلف الاساليب. لا فعلاش احنا مانيش مفعل، لان هذه طريقه في الهرسله. انا سمعته بكل هدوء رغم يقول في كلام غير معقول، وهو يرمي كلمه نقطه الاغتيالات، هذه تعتبرها غير معقوله حتى العلاقه مع الخارج ما يثبته القضاء مرحبا به. فهمت؟ وانا نقول لك حركة النهضة بريئة من كل هذه الاتهامات. حاسب حركة النهضة على أدائها السياسي، حاسبها على أدائها الاجتماعي والاقتصادي، حاسبها على أدائها التنموي. أما اتهامها بهذه الاتهامات، لو لمست أدنى مؤشر على هذا لخرجت من وقتها. وأنا وقت نتكلم في قضايا الاغتيالات وقضايا الإرهاب تتكلم من منطلق وطني ومبدئي وليس من منطلق حزبي. في الحزب هذا تتبنى موقف وفي الحزب هذا تتبنى كلام. هذه قضايا وطنية تهم الأمن القومي، تهم الوحدة الوطنية، تهم العواطف، تهم الوجدان. وبالتالي كلها اتهامات باطلة يخليه ما يحاسبوش النهضة في المجال اللي لازمها تتحاسب فيه، ويحاسبوها في أشياء يعني هي ما عندهاش. فقط كان تسمح في النقطة هذه المسؤولية السياسية، بما أنه النهضة هي كانت وقتها المسؤولية السياسية ما هي؟ الإرهاب ابتلي به كل الإقليم من العراق إلى المغرب، وتونس لم تكن استثناء. بالعكس، تونس الأجهزة الأمنية والسياسية والعسكرية أدت أداء جيد في مسألة الإرهاب، ونعتبرها مفخرة وطنية. إذا كان يتحدثوا على الميثود الجيريان نجم نتحدثوا على الميثود التونسيان. للأسف الشديد تم تنغيصها بالتوظيف السياسي، وما أشنع من الإرهاب هو توظيف الإرهاب. يا أخي شكري بالعيد شكون صديقنا وزميلنا البراهمي كنا نصلوا وراه ويصلي ورانا وناكلوا مع بعضنا. تم تكفير، ما تم حتى تكفير الشهيد شكري بالعيد. لا ما تم حتى تكفير من طرف النهضة، ولن ندخل هذا الباب أنا شخصيا قبل واليوم. ما تدخلش الباب نتاع التكفير. هاو ثم تو تكفير سياسي. انت ماكش وطني. انت ماكش وطني. حركة النهضة مش وطنية، الحزب الفلاني مش وطني. التكفير الوطني هذا تكفير سياسي. لا هذا تكفير سياسي. ما يؤديش إلى اغتيال، يعني حتى التكفير الديني عنده علاقة بالموجود في الدين والقرآن. لا. شوف التكفير أنا نقول لك من أدخل التيار التكفيري يا مريم لتونس؟ أدخلوا بن علي. بن علي حب يدخل طيار تدين ابوليتيك. دخل هذا الطيار وشجعوا هذا راهو بالادله وبالملموس. دعوه التبليغ تقول؟ لا خطيها دعوه التبليغ. دعوه التبليغ وقت ما حبيتش تلعب الدور مع بن علي دخلهم الحبس ولحقوا علينا قياداتهم من الحبس. دخل طيار بالنسبه وقتاش هذا؟ وقتاش؟ في بدايه التسعينات، لانه تم نقد بن علي في المشرق على انه ضد الدين وضد الدين. حاب يقول راني مانيش ضد الدين. دخل طيار أبوليتيك لتونس، لكن الطيار هذا بعدين انشق بظهور الأطروحات قال شنو الجهادية، وهم اللي يكفروا بالمعصية وهم مش يدخلوا في جدال ديني. احنا مالكية لا نكفر بالمعصية حتى وإن كانت كبائر. فهمت؟ وما دخلنا في التكفير في العمل السياسي. وبالتالي يعني هذه كحكم فقهي صدقني لا يمثل مرجع لنا في العمل السياسي، وعمري ما لقيته وعمري ما شفته. بالنسبه للارتباط بالاخوان المسلمين، انا باش نعطي مثال نتاع انا مع
تكتلات حزبيه عربيه على خلفيه فكريه مشتركه. اذا فشلت الوحده العربيه الرسميه فانا سامحوني مع وحده شعبيه بين الاحزاب والمنظمات. حزب البعث العربي الاشتراكي شنو الهيكله نتاعو؟ عنده القياده القوميه وعنده القياده القطريه. والقياده القوميه ما تتدخلكش في شؤونك القطريه. عندنا تونسي شهير سي محمد صالح الله يرحمه ابو سليم الهرماسي ابو سليم كان عضو في القياده القوميه في سوريا. انا مع تكتلات حزبيه عربيه عمري ولا لقيت في النهضه قدامي امر جايني من الاخوان باش ننفذه. علاقات من فوق لا احد ينكر انه في اوروبا التقات الناس مع بعضها وتكتلت مع بعضها، لكن في عملنا الوطني لا نجد اي تاثير او امر او شيء. يعني انه الاستاذ راشد غنوشي هو من الاشخاص الرئيسيه في الاخوان المسلمين، هذا ما ياثرش على الاداء لحركه النهضه او تسيير لحركه النهضه. عمري ولا لقيت نهار قدامي نشاط داخلي فيه الاخوان المسلمين او امر جانا من عند الاخوان المسلمين او الى غير ذلك. فهمني؟ وديجا هي فلسفتهم الاخوان المسلمين. خذ شانك القطري، احنا نخدم على قضايا دوليه تهم الاقليه، تهم الجاليه، تهم فلسطين، تهم الى غير ذلك، كما يعمل حزب البعث العربي الاشتراكي نفسه. ولذلك لو نتناقش نقاش موضوعي هذا الى ماذا سيؤدي؟ سيؤدي انه كل واحد سيدور الزوايا. سيدور الزوايا وتقل الاتهامات يعني ذات الخلفيه العنيفه. بالنسبه للتيار التاهيل، انا كنت نتصورك تتكلم على تيار التاهيل في الحبس، لانه خرجوا سما عباد خرجوا من الحبس واندمجوا واعطوهم امتيازات ودخلوا التجمع. لكن ناكد لك يا دكتور لم ينخرط فيه الا قله قليله، وتعرف برشا منهم هو موجود وصارت الحكايه لا قله قليله، لا فيهم قيادات ولا حتى شيء، فيهم برشا اولاد مشاو، لانه كي يدخلوا في برنامج التاهيل هذوما يخرجوا. انا كنت نهار ما طول هم مسجون في غرفه، تخرج درجين الصباح ودرجين العشيه، يخرجوا يهزوهم القاعه موجوده جهه البافيون ا، يجيبوا لهم واحد يحكي لهم سينمائي كذا كذا. وعاده ما كانت يعني لا تصير نقاشات ولا حتى شيء، وكانوا اشخاص ما نقولش هامشيين لانهم مش هامشيين، ولكن العدد نتاعهم والتاثير نتاعهم ضعيف جدا. هذوما حتى بعدين كي خرجوا ما كانوش مؤثرين داخل ال تعرف. تسمح لي بربي سي عبد اللطيف، ثم شهاده في المؤتمر التاسع نتاعكم. شوفك انت على فصل الدين 2012 2012 في القبه، راجل غنوشي في خطابه الافتتاحي قال جمله زاده مفتاحيه نعتبر. قال النهضه كانت موجوده في ثلاثه بلايص في السجون وخارج تونس، والناس اللي عرفوا يحافظوا على ارواحهم مع نظام بن علي وحياهم. وارجعوا للتسجيلات من بعدين في الاوف كيف نور الدين تو نعطيك حتى اللي قرا معايا كيف نور الدين يا دكتور. لا 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 مش نور الدين، انا نقر لك بهذا، ما تخافش الحرب. انا نقر لك بهذا، ثم نحن التنظيم نتاعنا بعشرات الالاف، فهمت؟ في الجامعه قداش تشد من طالب؟ قداش تشد من طالب؟ تشدوا 1500 2000 طالب، البقيه بقاو ولم يتفطن لهم الامن وبقاوا يخدموا اما في وظائف ولا في اعمال حره والا في كذا. ما همش دخلوا للنظام واصبحوا في صلب النظام وخذوا مسؤوليات، لا ابدا. ثم اشخاص قله قليله يعني تعدوا على اطراف الاصابع مشاو بمحض ارادتهم، ولا كان عندهم تاثير داخل النظام ولا الحزب ولا عندهم تاثير بعدين في الحركه. إذا فما فقط دونك اليوم فصل الدين عن السياسة في تسيير شؤون الدولة، وأنت بيدك يعني طرحت سؤال وهذا مش على سؤال القذافي ايش قال؟ جاوبنيش على سؤال اللي هو راجع حول الوثيقة أي ولا راجع والمراجعة بالحق أنه يجاوبني لا تراجع مازال عندنا دقيقتين الوثيقة عايشكم في الغيجين تراجعت برشا مرات ومنهم في المؤتمر التاسع تم مراجعتها، لكن هذه ليست من الموضوعات اللي انا شخصيا نركز عليها انا مركز على العمل السياسي. بالنسبه للسؤال نتاعك سي محمد، يقولوا انا رفضها التسميه هذه نتاع اسلام سياسي لان تسميه جات من الخارج للايحاء بمضامين. قلت اسلام سياسي قلت احنا شو نقولوا لو لخصها الكلمه هذه سيدي اسلام سياسي. كل ديمقراطية عندها مرجعية ثقافية، فهمت؟ احنا نقولوا مرجعيتنا الثقافية هي ثقافة البلاد اللي الإسلام ركن هام فيها، في مبادئها الأساسية التي تهم الأسرة. وهذاك علاش نصطدموا بمقولة المثلية في قضية كذا في قضية كذا، وهذا رأي الشعب التونسي.
أنك المبادئ الأخلاقية المؤسسة للثقافة التونسية الإسلامية تحترمها في تشريعاتك وفي سياساتك. يعني تتفق مع رئيس قيس سعيد عندما تحدث عن مقاصد الإسلام؟ هذه مدرسة الشيخ طاهر بن عاشور، يعني مؤسس مدرسة المقاصد والذي حرر الفقه الإسلامي من مضايق ومن مطبات ومن زنق. هذه المدرسة التونسية اللي هي المدرسة المقاصدية اللي هذايا اليوم أنت باش تخليها مرجع في الحزب نتاعك. سنحترم المبادئ الإسلامية الأساسية وفق ما تقوله المؤسسات نتاع البلاد، الجامعة الزيتونية، مجلس إسلامي أعلى، مفتي، دوائر علمية. يعني احنا لن نتحول إلى مفتيين، لأن نريد أن نخلق علاقة إيجابية مع الشعب لا يشعر وكأن الدولة تستهدف ثقافته وإرثه. يعني اليوم شنو الفرق ما بين حزبك وحركة النهضة؟ إذن الفرق هو في العلاقة مع الإخوان المسلمين؟ لا، ما عندناش علاقة، ما عندناش الفرق هو أن استبدلنا مقولة إسلاميين بمقولة المحافظين. وإن شاء الله نهار هذا كان ينجم يصير في حركة النهضة داخل حركة إن شاء الله. ولكن ثانيا هو التركيز على كعلاش سميناه العمل والإنجاز، على الأداء التنموي والاقتصادي والاجتماعي اللي هو باش يرسخ الديمقراطية في تونس بإذن الله. أنت قعدت في الحصة كاملة، يعني نعرف اللي طبيعتك سي عبد اللطيف إنسان رايض وهادئ، علاش غضبت من أسئلة رفعت بيب؟ علاش؟ شنو اللي خليك هكا تتأثر؟ لأنه اتهام غير أخلاقي، اتهام حركة النهضة بالاغتيالات اتهام غير أخلاقي. هو اتهام هدف؟ شعبي. ليس اتهام شعبي. اتهام شعبي. ليس اتهام شعبي. ليس اتهام شعبي. أنت تحاول تصوب نفسك بذلك. شقاوي وشقاوي حاسدوكم على ذلك. بذلك. فهمتني؟ يعني القضاء يعني عنده توا 10 سنين. هذاك وهكا القضاء، هنعرفوا القضاء شكون حط في الحبس. عنده 10 سنين يحقق. ما وصلش للحقيقة اللي أنت تحكي عليها. هاو قاعد يوصلها، هاو قاعد كيتحرر منكم أنتم قاعد يوصلها اليوم. بيني وبينك الزمن. بيني وبينك الزمن سيسفه المقولة نتاعك. ما يسالش. 10 سنوات وانتم ما نتماش. سيسفه المقولة نتاعك. ما يسالش. أنا نقول أكثر زوز ملفات إرهاب معروفين هو ملف الشهيدين. وإنما والناس اللي كانت معنا والناس اللي كانت ترينا. لكن للأسف يعني. نحدوا شو المسؤولية السياسية. برشا تشنج.